بعد إعلانه رئيساً، السيسي يتعهد بالعمل لتحقيق ثلاثية يناير عيشاً وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. احتفالات كبيرة في عموم مصر بعد إعلان فوز السيسي بالرئاسة. والعاهل السعودي يدعو المانحين لمؤتمر لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها. مشاهدينا مساء الخير. في أول كلمة يوجهها الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه رسميا برئاسة الجمهورية، أعرب عن شكره لشعب مصر بكل أطيافه لما بذله من جهد، كما توجه بالشكر لكل الجهات التي أشرفت على العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. أشكر ملايين المصريين الشرفاء داخل الوطن وخارجه الذين اصطفوا أمام صناديق الاقتراع من أجل كتابة مستقبل مصر، وأشكر قضاة مصر حراس العدالة الذين أشرفوا بنزاهة وشفافية على العملية الانتخابية، كما أتوجه بالتقدير والعرفان للمجهود المدني الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية. كما حث السيسي في خطابه الشعب المصري على العمل من أجل العودة للاستقرار والانطلاق لآفاق التقدم والرقي. أخاطبكم جميعا، لقد أديتم ما عليكم وحان وقت العمل. العمل الذي تنتقل به مصرنا العزيزة إلى غد مشرق ومستقبل أفضل. العمل الذي يعود به الاستقرار لهذا الوطن لينطلق إلى آفاق التقدم والرقي الذي يستحق هذا الشعب العظيم. كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت في مؤتمر صحفي مساء أمس فوز السيسي برئاسة الجمهورية بعدما حصل على 23,870,104 أصوات بنسبة 96.91% من جملة الأصوات. 1. السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي حصل على 23,780,104 صوتا بنسبة 96.91% تقريبا مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. 2. السيد حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي حصل على 757,511 صوتا بنسبة 3.9% تقريبا مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم، يكون الفائز بمنصب رئيس الجمهورية هو السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق. مساء الخير أستاذ عماد، تابعت النتيجة الضخمة التي فاز بها السيسي، وتابعت أيضا احتفال الناس به، هل هذا له أم عليه؟ هذا سؤال معقد وجيد في نفس الوقت وحييك عليه. هو يحتمل إجابتين، هو له لأنه يوصف شعبية كافحة والثقة التي أولاها له المصريون، وفي المقابل هي الثقة الكبيرة والطموحات العالية والأمال العريضة بتكون عبء على الرجل الفائز. هذه الفكرة التي تحدثت عنها، لو أن شخصا أخذ 50% أو 51% فبيبقى الأمور متأرجحة، هناك المجتمع منقسم، لكن عندما يحصل على تأييد غالبية المصريين فمعنى ذلك أن هؤلاء المصريين الذين خرجوا ليطلبوا أصواتهم بصراحة يتوقعون منه أشياء يعني أقرب إلى المعجزات، وبما أن المعجزات صعبة لكن فده بيلقي مزيد من المسؤولية على كاهل وعاتق المشير السيسي. يعني نأمل من الله وندعوه أن يوفقه في هذه المهمة الصعبة.
طيب يعني هل هناك مدى زمني معين تراه من خلال وجهة نظرك ومن خلال الأحداث على الشارع، ترى من خلاله ربما يشعر به جموع الشعب المصري لأول إنجاز أو لأول تحدي واجهه الرئيس؟ هقول لحضرتك في اشياء لابد من ان تكون سريعه وعاجله، من قبيل قرارات تنصف الفقراء والمظلومين، من قبيل قرارات تعاقب الفسد والمفسدين، وهناك اشياء ستبدو يعني يمكن ان نتمكن في العام الاول مثل بناء مساكن، وهناك اجابه قدمها المشير نفسه عندما قال انه يتوقع ان يشعر المواطن المصري بتغيير في مستوى معيشته خلال عامين. طيب هل الهاجس الامني من وجهه نظرك يمكن ان يكون هو اللاعب الاساسي والرئيسي من خلال الملفات التي سيواجهها الرئيس وستسبقه الى قصر الرئاسه؟ نعم، هذا هو الهاجس الاساسي والتحدي الاساسي، وينبغي ان يكون القرار الاول للمشير السيسي وادارته هو استعاده الامن، خصوصا الامن الجنائي وليس فقط محاربه الارهاب. بالمنطق لا يمكن ان نتحدث عن انطلاق اقتصادي او استقرار مجتمعي او اي شيء بدون استقرار امني، وبدون ان يشعر المواطن انه امن على حياته ونفسه في الشارع، وبدون ان تتمكن الفتاه او السيده او المراه من السير في الشارع بعيد عن التحرشات. هذه مساله فاصله وجوهريه في هذا الوقت. طيب خارجيا استاذ عماد الدين حسين، كيف تتوقع ان يكون منهجه يعني خارجيا في التعامل مع الخارج، ويعني من اين يمكن ان يبدا؟ هناك فيما يتعلق بالملف الخارجي هناك قضيتان رئيسيتان. القضيه الاولى ينبغي ان نرسل اشاره للخارج، الخارج الاوروبي والامريكي، ان فكره ومساله الحفاظ على حريات وحقوق الانسان هو هم مصري وليس طلبا امريكيا. وفي المقابل لابد ان تكون هناك اشاره واضحه الى بؤر التوتر والارهاب المحيطه بنا، باننا لن نتسامح اطلاقا فيما يتعلق بمحاولات تصدير الارهاب سواء من ليبيا او السودان او غزه او اسرائيل او اي مكان. ومرتبطا بذلك ان نؤكد دائما على عمق ارتباطنا العربي والافريقي بالعمل على مساعده الاشقاء الليبيين مثلا على الوقوف على بدايه الطريق الصحيح بدل حتى لا تتحول ليبيا الى افغانستان اخرى، سندفع نحن للاسف الشديد فيه. نعم، إذن الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، نشكرك جزيلا على هذه الإفادة. السيسي إذن هو رئيس مصر السابع، وهو ثاني رئيس لهذا البلد منذ ثورة 25 من يناير. التقرير التالي يسلط الضوء على سجل المشير الذي سيتولى مقاليد الحكم رسميا الأسبوع المقبل. عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي الرئيس السابع للبلاد بعد إعلان فوزه باكتساح في انتخابات الرئاسة التي أجريت يومي 26 و27 من شهر مايو المنصرم. رئيس حظي بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، فتاريخ ابن المؤسسة العسكرية جعل منه قائدا عسكريا صارما ومحبوبا في الوقت نفسه، كما جعل منه أحد أهم الشخصيات قربا من قلوب المصريين. السيسي ابن حي الجمالية صاحب 60 عاما من العمر تقريبا، كان القائد العام للقوات المسلحة المصرية ورئيس مجلسها الأعلى قبل أن يتقدم باستقالته في 26 من مارس للترشح للرئاسة. ولد السيسي في 19 من نوفمبر عام 1954 بالقاهرة، تخرج في الكلية الحربية عام 1977، متزوج وله 4 أبناء بينهم فتاة. كان المشير السيسي أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سناً إبان ثورة يناير قبل اختياره لمنصبه، وحفلت حياته المهنية بالعديد من المحطات البارزة والإنجازات، فشغل منصب رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعمل قائداً لكتيبة المشاه الميكانيكية وقائد لواء مشاه ميكانيكي، ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية فقائد المنطقة الشمالية العسكرية، تولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشغل منصب وزير الدفاع منذ أغسطس 2012. وفي مسيرة كفاحه داخل مؤسسة الجيش نال العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، فحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 1998 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية في 2005،
ثم نوط الخدمة الممتازة في 2007، كما حصل على ميدالية 25 من يناير عام 2012 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى 2012. تربع المشير السيسي على عرش قلوب المصريين بعد وقوفه إلى جانب الإرادة الشعبية في 30 من يونيو عام 2013، مستجيبا للمظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيل رئيس الدولة آنذاك وقد كان. ففي 3 من يوليو عام 2013 قامت القيادة العامة للقوات المسلحة تحت قيادة السيسي بعزل مرسي وتعطيل الدستور ووضع خارطة طريق بعد مهلة أعطتها للقوى السياسية والرئاسية انتهت من دون الاتفاق على وضع حد لأزمة كادت تعصف بالبلاد. وفي 27 من يناير عام 2014 أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بترقية السيسي إلى رتبة المشير ليكون تاسع من يشغلون هذا المنصب في تاريخ العسكرية المصرية منذ ثورة يوليو عام 1952. وفي 26 من مارس 2014 أعلن السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع، إذ تقدم في إبريل بأوراق ترشحه رسميا ودخل السباق فعليا بعد حصوله على أكثر من 188 ألف توكيل من المواطنين. وبعد غلق باب الترشح أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن وقوع المنافسة بين السيسي وحمدين صباحي فقط، وذلك في الانتخابات التي أجريت يومي 26 والسابع والعشرين من مايو وأظهرت اكتساحا كبيرا للمشير السيسي. يؤدي رئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد أمام المحكمة الدستورية ليبدأ مرحلة جديدة عنوانها بالعمل تحيا مصر. وبعيد إعلانه رئيسا تلقى السيسي برقيات تهنئة من رؤساء وقادة العالم، كان أحدثهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي قال في برقيته إنه يتطلع للعمل مع رئيس المصري المنتخب. إعلان فوز السيسي فجر موجة من الاحتفالات، فوز السيسي فجر موجة من الاحتفالات في عموم مصر، فامتلأت الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة والمحافظات بالمواطنين من مختلف الأعمار، وبقوا حتى ساعات الفجر الأولى احتفالا بالرئيس الجديد وتأكيدا لمطالبهم. وأطلقت الألعاب النارية في سماء ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية، بينما امتلأت الميادين الرئيسية في المحافظات بالمحتفلين.